الزواج بأخرى في بعض النساء بتبقى مش متقبلاه ورافضه الوضع النهائي، بس بعد فتره بتتأقلم مع الوضع وبتوافق، وفي منهم اللي بتصر على موقفها ورافضه الاستمرار في حاجه زي كده. دايما على لسانها سؤال واحد، انا قصرت في ايه عشان تجيب لي زوجه تانية؟ وما ننساش ان الزوجه التانية نفسها في بعض الحالات بيقدر حقها. كل اللي بيكتفي بيه القانون المصري هو اخبار الزوجه، اعلام الزوجه عن طريق المأذون، وكتير جدا من الازواج بيتحايلوا على الجزئيه دي ان هو بيدي للمأذون عنوان وهمي. لو في مصر اتعمل اعلام الزوجه عن طريق اخذ اذن الزوجه عن طريق قاضي في المحكمه يكون افضل. وفي الحاله دي في حاله رفضها خلاص عايز يتجوز باخرى يتجوز باخرى، بس بشرط طلاق الزوجه الاولى. من حق الست ان هي ترفع دعوه طلاق للضرر في خلال سنه من تاريخ علمها بزواج باخرى، بس للاسف في القانون المصري شرط لحدوث الطلاق في الحاله دي اثبات الضرر المادي والمعنوي. طب حاله الطلاق للضرر المادي ده سهل اثباتها بشهاده الشهود، ان هي تثبت فعلا ان هو ما بقاش ينفق على الاولاد حاجات كلها. طب الضرر المعنوي هتقدر تثبته ازاي؟